أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. الفيديو ده هنشاهد أحد اللاعبين الأمريكيين المشهورين فرانك مارشال، وهو يعتبر أستاذ بطل العالم كابابلانكا، كما نافس لاسكر على بطولة العالم وهزم. وهذا الدور يعتبر دوره الخالد، وهو المشهور بحمام الذهب. هيا نتمتع بهذا الدور. ده دور بين اللاعب لوفيتسكي امام الجراند ماستر الامريكي الكبير فرانك مارشال في ورسو 1912، والدور ده بينتهي بنقلة قال عليها الخبراء انها بين افضل 5 نقلات في تاريخ الشطرنج، التي يقال ان بعد ما مارشال لعبها انهال المتفرجين برمي الجنيهات الذهبية على الرقعة، وان مارشال تسقطت عليه القطع الذهبية كأنها حمام من الذهب. يلا نشوف هذا الدور. ليفيتسكي الروسي بالابيض ولعب E4، ومارشال الامريكي رد B6 الدفاع الفرنسي. D4 D5 Knight C3 C5 نايت اف 3 نايت سي 6 اي دي 5 اي دي 5 بيشوب اي 2 نايت اف 6 كاسل بيشوب اي 7 بيشوب جي 5 كاسل، وهنا الابيض لعب دي تيكس سي 5، والاسود لو عاوز ياخد البيضه هيتحرك الفيل مره اخرى، وفي نفس الوقت هيجعل الحصان مربوط على الوزير، ولكن مارشال ما اخدش البيضه وكمل في تعبئته ببيشوب اي 6 نايت اي 4 طالب يكسر الفيل امام الحصان ويحتفظ هو بزوج الافيال. وهنا فقط مارشال لعب بيشوب تيك سي 5، والحصان اصبح مربوط على الوزير، لكن في نفس الوقت الحصان الابيض اصبح مهدد بقطعتين ومحمي بقطعة واحدة، والابيض اختار ان يكمل نايت تيك اي 6، وبكده بيعتبر ان الابيض فاز بالفيل امام الحصان. لكن من الناحية الايجابية بعد اف تيك اي 6 الرخ الاسود اصبح لديه عمود مفتوح، وكذلك البيضة مرشح للتقدم للمربع E5 والسيطرة على الوسط. ايضا ما زال الحصان مربوط على الوزير، ولذلك الابيض انتهز الفرصة ولعب بيشوب G4، والحصان ما يقدرش ياخد الفيل لانه مربوط على الوزير، ولذلك الابيض بيهدد بالاخذ على المربع E6، ومارشال انهى الربط بالنقلة كوين D6، وحاليا الاسود اصبح بيهدد باخذ الفيل، ولذلك الابيض تراجع بالفيل، لكن مازال بيضغط على بيضة الاي 6، ولذلك مارشال لعب روك اي 8 وبيحمي البيضة. وهنا الابيض لعب كوين دي 2، وبالنقلة دي بيعتبر الابيض انهى تعبئته لانه اخرج جميع قطعه الصغيرة، وكذلك ربط بين الرخين. ودخلنا في مرحلة وسط الدور اللي الاسود لعب فيها بيشوب بي 4، ومارشال بيربط الحصان على الوزير، ومن هنا ايضا بدأت متاعب الابيض. الاسود حاليا بيهدد بنايت اي 4 بضغط اكتر على الحصان المربوط على سي 3، وليفينسكي مضطر للعب بيشوب تيكس اف 6 روك تيكس اف 6، وليفينسكي بيظن ان متاعبه انتهت ولذلك لعب روك اي دي 1، لكن مارشال زود من الامه بكوين سي 5 وبيكثف الضغط على الحصان المربوط سي 3، وحاليا بيهدد ببيشوب سي 3 كوين سي 3 كوين سي 3 بي تيك سي 3، وبيخش الطرفين في مرحلة نهاية الدور
لكن الابيض هيكل بادء في جناح الوزير مدمر، والاسود يستطيع ان يفوز بسهولة. ولذلك الابيض حاول ان ينشط وزيره ولعب كوين اي 2 بيكثف الضغط على بدل اي 6 وبيربطه على الرخ، ولذلك الابيض بيهدد بالفوز ببيدة بروك تيكس دي 5 معتمدا على ربط بيدة الاي 6. ولكن مارشال انهى هذا الموقف سريعا ببيشوب سي 3 بي سي 3 كوين تيكس سي 3، وبكده مارشال فاز ببيدة. لكن الابيض ممكن يفوز ببيدة امامه بروك تيكس دي 5، والابيض استرجع البيدة معتمدا على ربط بيدة الاي 6 على الرخ، لان لو الاسود اخذ الرخ هيخسر فورا بعد كوين تيكس اي 8 تشيك، والدفاع الوحيد هو روك اف 8. وهنا الابيض بيعطي تشيك ميت في نقلتين ببيشوب اي 6 تشيك كينج اتش 8 كوين اف 8 تشيك ميت، ولذلك الاسود ما قدرش ياخد الرخ، انما لعب النقله القويه نايت اي 4. والنقله دي طالبه الوزير، لكن في نفس الوقت بتحدد مجال الحركه بالنسبه للرخ الابيض اللي تورط في هذا المربع. على اي حال الابيض كمل بكوين اتش 5، والنقله دي ما كانتش افضل نقله للابيض، انما كان الافضل ان يلعب كوين اي 4 ويستمر في ربط البيدق وفي نفس الوقت طالب الحصان. ولو الاسود كمل بروك اف 4 ورغم ان الرخ غير محمي، لكن الابيض ما يقدرش يلعب كوين تيكس اف 4 لان الاسود هيرد ببساطه بنايت اي 2 تشيك بشوكه ملكيه ويفوز بالوزير. ولكن الابيض عنده النقله الهادئه كوين اي 5، ورغم ان الاسود ما زال افضل والرخ في ورطه على هذا المربع، لكن ده افضل من اللي حدث في الدور. على اي حال الابيض ما لعبش الكوين اي 4 لكن لعب الكوين اتش 5 ورفع الربط عن بيدا الاي 6، لكن في نفس الوقت بيهدد الرخ، ولذلك مارشال لعب روك اف 8 ومارشال ازوج الرخين على العمود اف. ودلوقتي الرخ الابيض مطلوبة، وكذلك الاسود بيهدد بالفوز ببيدا بروك تيكس اف 2، لان لو الابيض كمل بروك تيكس اف 2 الاسود عنده تشيك ميت في نقلتين بتبدا بكوين اي 1 تشيك روك اف 1 كوين اف 1 تشيك ميت. ودلوقتي الابيض اصبح في ورطه، الرخ مطلوبه وفي نفس الوقت لازم يحمي المربع اي 1، ولذلك لعب روك اي 5 وابتعد بالرخ عن الخطر وفي نفس الوقت بيحمي المربع اي 1. لكن ما زال الاسود يستطيع ان يفوز ببيدا مباشره بروك تيكس اف 2، لان بعد روك تيكس اف 2 الاسود في الواقع ما يقدرش يكمل بكوين اي 1 تشيك لوجود الرخ، لكن لديه البديل وهو كوين اي 1 تشيك اللي بتؤدي نفس المهمه والاسود بيفوز. ولذلك مارشال ممكن يفوز ببيدق، لكن مارشال عنده خطط اكبر من الفوز ببيدق لانه كمل روك اتش 6 وطالب الوزير. ومن هنا الابيض بيخسر في كل التفريعات، لانه لو ابتعد عن حماية الرخ الاسود بيهدد بنايت اف 3 تشيك بكش للملك وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الرخ الغير محمي، ولذلك الوزير المفترض انه يتحرك حاميا الرخ ولعب كوين جي 5. لكن ايضا هذه النقلة لم تفيده لان بيدا الجي 2 اصبح مثقل بالاعباء، فهو بيحمي فيه الاتش 3 وفي نفس الوقت بيراقب مربع الاف 3 وبيمنع الحصان من الوصول له، ولذلك مارشال لعب بكل بساطة روك تيكس اتش 3 ومارشال فاز بقطعة. ولو الابيض اخذ الاسود هينفذ تهديده بنايت اف 3 تشيك بشوكة عائلية للملك والوزير والرخ، والاسود هيفوز بالدور. ولذلك الابيض ما قدرش ياخد الرخ وحاول انه يقلل الخسائر ولعب روك سي 5 طالب الوزير، لكن هنا جاءت اللحظة الذهبية ومارشال لعب نقلته الذهبية البارعة كوين جي 3. ادي النقلة المدهشة اللي ادخلت هذا الدور التاريخ. الوزير الاسود مطلوب بالبدائين وكذلك بالوزير، وفي نفس الوقت بيهدد بكوين اتش 2 تشيك ميت، والابيض رغم انه له اختيارات كثيرة لكن هيخسر في كل التفريعات. وقبل ما نبدأ في رؤية التحليلات المختلفة عاوزين نقول اللي منا بيشاهد ادوار في كتب الشطرنج بيلاحظ ان النقلات وراها اما علامة استفهام ودي معناها انها نقلة سيئة،
او علامتين استفهام، ودي معناها انها نقلة بتخسر الدور. وكذلك النقلات الجيدة بيكون وراها علامة تعجب، وده معناها انها نقلة جيدة، بينما النقلات الممتازة بيكون وراها علامتين تعجب. لكن نقلة كوين جي 3 هي النقلة الوحيدة اللي في كل كتب الشطرنج وراها تلات علامات تعجب، لانها نقلة رائعة. ودلوقتي يلا نشوف التحليلات. الابيض مهدد بكوين اتش 2 تشيك ميت، ولذلك لو حاول يدافع ويحرك الرخ ويلعب روك دي 1 على اساس ان بيدي مربع هروب للملك، هيتلقى التشيك ميت بكوين اتش 2 تشيك، كينج اف 1 كوين اتش 1 تشيك ميت، لان الملك محروم من الهروب للمربع اي 2 لوجود الحصان. ولو حاول ان يجد منفذ هروب للملك على المربع اف 2 ولعب نقله زي الاف 3 او حتى الاف 4، هيتلقى التشيك ميت بطريقه اخرى، لان الاسود هيبدا بنايت اي 2 تشيك، والنقله الوحيده هي كينج اتش 1 وهنا كوين اتش 2 تشيك ميت. ايضا لو الابيض حاول ياخد الوزير ببدا الاتش، هيفتح العمود اتش امام الرخ، ولذلك هيتلقى التشيك ميت في نقله واحده بنايت اي 2 تشيك، والملك محروم من الوصول الى المربع اتش 1 او المربع اتش 2. بينما لو اخذ الوزير ببدا الاف، هيفتح العمود اف، ولذلك هيتلقى التشيك ميت بطريقه اخرى، لان الاسود هيكمل بنايت اي 2 تشيك، والنقله الوحيده هي كينج اتش 1، وهنا الاسود هيلعب روك تيكس اف 1 تشيك ميت. اخر محاوله للابيض هي تكسير الوزيرين بكوين تيكس جي 3، لكن الاسود هيفوز بعد نايت اي 2 تشيك بشوكه ملكيه، وبعد كينج اتش 1 الاسود هياخد الوزير وبكش ايضا. ولو الابيض اخد الحصان هيتلقى تشيك ميت في نقله واحده بروك اف 1 تشيك ميت، ولذلك الابيض مش هياخد الحصان انما هيكمل بكينج جي 1، وهنا الاسود هيرد بنايت تيكس اف 1، وبعد جي تيكس اتش 3 الاسود هيكمل بنايت دي 2، والاسود هيخرج فائزا بقطعه وفائزا بالدور. ومن كل هذه التفريعات المعقدة وهذه الحلول المختلفة جاءت هذه النقلة التي دخلت التاريخ. ومارشال قال ان بعد ما لعب هذه النقلة انهالت من المشاهدين القطع الذهبية على الرقعة، ولذلك جاءت تسمية هذا الدور بحمام الذهب. ارجو ان تكونوا استمتعتم بهذا الدور، والى اللقاء في الفيديو القادم. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.